جميع الرسل كانت دعوتهم أن اعبدوا الله وحده لا شريك له، أن اعبدوا الله واتقون، أن اعبدوا الله وأطيعون. فعبادة الله وحده كانت هي دعوة النبيين صلوات الله وسلامه عليهم. ولذا ينبغي الإنسان أن يحرص وأن يجد في أن لا يعبد إلا الله عز وجل، وأن يوحده جل في علاه في قلبه فلا يحب ولا يعظم إلا الله، وفي قوله فلا يدعو ولا يتقرب بشيء قولي إلا لله، وفي بدنه فلا يصرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل.